دكتور مينا عادل، استشاري تجميل وزراعة الأسنان، عضو الأكاديمية الأمريكية لزراعة الأسنان. عنوان المركز: 7 شارع اللواء أحمد علي، متفرع من شارع أبو قير، كليوباترا المحطة، الإسكندرية. تليفونات المركز: 03-54-64-204، 010-98-45-48-06. فيسبوك: دكتور مينا عادل سنتر. هنتكلم عن انواع التركيبات الثابته، بس الاول هنتفرج على الانترا اورال كاميرا اللي هي بتساعدنا في الكشف وبتوري العيان معانا، يعني بيتفرج معانا احنا هنشتغل على ايه بالظبط. بيبقى معانا هنا باينة فيها كل دي اسنان مسوسة وفي اسنان محشية، يعني اي حاجة بتبان معانا على الكاميرا بيكون العيان باصص عليها معانا وممكن ناخد منها اي تصوير. هنا مثلا الدرس ده، هنا الدرس ده هنلاقيه ان هو كان معمول له حشو عصب وهو اتكسر كان قبل كده، فده ضروري ان احنا نعمل له كراون. الكراونز عندنا منها نوعين، نوع اسمه زيركونيوم، ده نوع احدث من النوع البورسلين المتعارف عليه. الفرق بينهم ان البورسلين بيكون معدن متغطي بطبقة البورسلين، انما الزيركونيوم ده بيكون سنجل بلوك، يعني هو حاجة واحدة بتتحفر كمبيوترايزد، مفيش اي معمل، مفيش اي دكتور، مفيش اي حد بيتدخل فيها. ده بيخليها مظبوطة اكتر، ولان هي مفيهاش معدن ده بيخلي وزنها اخف اكتر للعيان، بتكون صحية هي اكتر للثه، ما بتعملش الصبغات الغامقه. غير كده ان هي عشان حجر وقطعه واحده على بعضها، غير في البورسلين ممكن حته بورسلين تتكسر وتخلي التركيبه محتاجه تتغير، الزيركونيوم بتكون حته على بعضها بتخليها تستحمل اكتر الضغط بتاع المضغ مهما كان قوته، وتقريبا بيكون 3 اضعاف قوه البورسلين. زي ما احنا شايفين هو فاقد الاضراس الخلفيه عنده، تقريبا مفيش غير ضرس العقل ورا. طبعا احسن طريقه لتعويض الاضراس المفقوده ودلوقتي والحديث هو زراعه الاسنان في المكان الخلفي ده. طبعا احنا بنطلب الاول اشعه ثلاثيه الابعاد، الاشعه دهيت على اساسها بنحدد كثافه العظم اللي نقدر نحط فيه الزراعه. بعد كده بتتم عمليه الزراعه وبينتظر المريض من شهرين لثلاث شهور على بال ما يركب التركيبة بتاعته. هنتكلم النهاردة عن البليتشنج. البليتشنج هو أحد فروع طب الأسنان، إن احنا بنفتح لون السنان عن الدرجة الطبيعية. إشاعات عن التبييض: التبييض ما بياكلش من طبقة الأسنان، التبييض ما بيضعفش من طبقة المينا. طب الأسنان اتطور وبقى إن احنا نقدر نعمل بليتشنج في جلسة واحدة، والعيان بيحس بالفرق في نفس الجلسة. في العيادة، عيادة الأسنان الأطفال، بنستقبل الطفل، طبعاً لازم نستقبله بترحاب ومبتسمين. بيجي ما بنحسسوش إن هو العيادة دي حاجة مخيفة أو إن هو جاي لدكتور ياخد إبرة، لكن دايماً بنفهمه إنه أنت جاي تلعب، أنت جاي تستمتع، هتتفرج على كرتون، إحنا جايين هنركب طيارة. يعني بدل ما نقول إن هو ده كرسي أسنان مخيف، بنقول إن دي حاجة، دي طيارة أنت بتيجي تركب عليها. كمان بيكون في معاملة مختلفة تماما لما بنيجي مثلا نحتاج ان احنا ندي حقنة البنج، ما بتكونش ان احنا نقول له انا هديك حقنة، يعني دايما بنحاول نتعامل بطريقة مختلفة، اقول له انه دي مثلا احنا هنقص السوسة هننيمها علشان هو يبدأ يتأهب ان في حاجة ممكن يحس بوجع، لكن في نفس الوقت هو مش حاسس ان دي إبرة او حقنة بنج. حاجة كمان انه دايما في بعد ما تخلص الزيارة وهو طالع بنبدأ نديله بوكس كده فيه هدايا، وهو بينقي الهدية اللي هو عايزها، فبيبقى مستمتع قوي انه هو يجي تاني مرة لانه حاسس ان في حاجة، هو هيجي يلعب، هو هيروح مكان يستمتع فيه، مش هيجي الدكتور هيتألم او هيتوجع او هياخد ابره.